بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بناء على طلبات الأصدقاء في الوطن العربي والزملاء والأخوة المتابعين لقناتنا على اليوتيوب، بعد ما شرحنا برنامج الكويك بوكس، واحد من أشهر برامج في مجال اعداد القوائم الماليه، وكان قبله شرحنا الاكسل المحاسبي وشرحنا ثلاث محاضرات في علم المحاسبه الماليه. النهارده بنلبي طلبات حضراتكم في شرح برنامج بيتش 3، واحد من اقوى واشهر البرامج العالميه التي تستخدم في اعداد القوائم الماليه. برنامج بيتش 3 على طلب كتير جدا على مستوى العالم. أسفل هذا الفيديو سوف تجدون عدة روابط لتحميل الإصدارات المختلفة لهذا البرنامج. تعالوا بينا نطلع على هذه الإصدارات. زي ما احنا شايفين، لو حضرتك عايز تحمل النسخة اللي احنا بنشرحها بيتش 3 2010، في رابطين للتحميل، الجي اس يو ار ال والماي كات مي، أو لو عايز تحمل نسخة 2013 ونسخة 2012، كل نسخة من هذه النسخ هتتوافق مع نظام التشغيل الخاص بيك، سواء كان ويندوز 7 أو 8 أو 10، سواء كان المعالج 32 بت أو 64 بت. لكن لو تيجوا، أنا في مرحلة التدريب أفضل إن كل الزملاء يتعاملوا مع البيتش 3 2010، هتلاقوا فيه كراك وهتلاقوا فيه سيريال نمبر لتفعيله بكل سهولة. بعد ما هتعدوا الخطوات الكلاسيكية اللي هي عملية تحميل البرنامج ثم تثبيته على الجهاز، هنبدأ مع بعض. الخطوة الأولى إنك تعمل إنشاء كرييت نيو كومباني، إنك تنشئ شركة. الشركة دي اللي هنبدأ من خلالها ندخل البيانات المخزون والعملاء والموردين والبنك وقيود اليومية والأستاذ العام، وفي النهاية نقوم بعرض الحسابات الخاصة بيها. فهبدأ أنشئ مع حضراتكم شركة، ودي الخطوة الأولى اللي بعد ما حضرتك هتسطب البرنامج، لكن أنا سبق قبل كده سطبت هذا البرنامج. بيتيح لك أنك تنشئ العديد من الشركات على نفس البرنامج، حتى لو كان مجال استخدامها أو نطاق عملها مختلف. هنبدأ ننشئ مع بعض. دي الخطوة الأولى، ان انت هتنشئ الشركه كرييت نيو كومباني، وادي بتسجل اسم الشركه وبياناتها ونوع العمل وهي طريقه المحاسبه، هل هي كاش ام اكروال اللي هي الاستحقاق، والفتره والسنه بدايه السنه الماليه. هنضغط على نيكست، هنضغط على نيكست، ثم بعد ذلك هختار ان انا بتعامل مع منتج، هوافق على الاختيار الاولاني. لو انت عايز تتعامل مع شركات بناء، شركات توزيع، تصنيع، شركات غير خدميه، بتبدا تختار النشاط اللي حضرتك بتفضله او نوع المنتج. انا هوافق على الاختيار الاولاني ثم نيكست، ثم هكتب اسم الشركه، ادي اسم الشركه حاسب كومباني، ادي اسم الشركه. وفي نجمه هنا معنى ذلك انه اجباري عليك انك تدخل اسم لهذه الشركه، بينما بقيه البيانات الثانيه هي بيانات اختياريه، انك تكتب العنوان، تكتب المنطقه، تكتب اسم الدوله، تكتب رقم التليفون، تكتب رقم الفاكس زي ما حضرتك عايز، تكتب الموقع الالكتروني. طيب، ثم بعد ذلك اللي يهمني بعد ما تكتب اسم لهذه الشركه انك تختار نوع العمل او نوع الشركه. نوع الشركه، هل هي شركه مساهمه، هل هي شركه تضامن كوبريشن، ولا شركه تضامن بسيط، ولا شركه مساهمه، ولا شركه فرديه. هختار سول اللي هي شركه فرديه، ثم هضغط على نيكست. بعد ذلك هيطلبك انك تختار طريقه بناء الشركه، وطريقة بناء الشركة قائمة على اللي هي الشارت اوف اكونتس اللي هي دليل الحسابات. فهل حضرتك في دليل حسابات جاهز، ده الاختيار الاولاني، ولا انك تنسخ من دليل حسابات لشركة اخرى داخل نفس البرنامج، ده الاختيار الثاني، ولا حضرتك تعمل عملية كونفرت، عملية تحويل من برنامج لاخر شغال في الكويك بوكس تحوله الى برنامج البيتش 3، ولا حضرتك تعمل عملية بيلدينج، تعمل عملية بناء. انا هختار الاختيار الاولاني توفيرا لعامل الوقت، ثم هضغط على نيكست. ثم بعد ذلك بتختار نوع البيزنس الخاص بيك، انا هختار شركه تجزئه ريتيل كومباني.
ودي شارت اوف اكاونتس اللي هو دليل او شجره الحسابات، بتختلف لو انت موزع، بتختلف لو انت في عمليات وكالات المحاسبه، اي شيء هيختلف معك. انا هفضل هذا الاختيار في هذه المرحله، ودي شجره الحسابات زي ما احنا عايشين، الرقم ثم الاسم ثم هضغط على نيكست. ثم طريقه المحاسبه، هل هي اكروال اللي هي عند الاستحقاق، يعني بمجرد بيعك تحقق الايراد، ولا بمجرد ما تقبض الفلوس زماني اللي هي كاش. معظم الشركات على مستوى العالم اكروال، ثم هضغط نيكست عند الاستحقاق. بعد ذلك عمليه الترحيل بوستنج، هل هو ترحيل فوري ريل تايم ولا على دفعات ويتم مراجعتها. هنختار اللي فوق اللي هي ريل تايم، ثم هضغط نيكست. ثم الفتره الزمنيه البريود 12 شهر نيكست، ثم البداية شهر يناير 2019 نيكست، ثم هقول له فينش، فهيتم انشاء المشروع. بعد ما يتم انشاء الشركة اللي هي احنا هنتدرب عليها، هنبدأ بقى نفتح جميع الحسابات، وهنبسط برنامج البيتشي تري لأول مرة في حدود ما بين 35 و50 دقيقة، شرح مبسط هيدي فكرة عامة، هيعدنا الإعداد الجيد للتعامل مع هذا البرنامج بكفاءة عالية جدا وبفاعلية. هتبقى نقطة انطلاق إنك بعد ذلك تستفيد في هذا البرنامج والإمكانيات المتاحة من خلاله. برنامج أكثر من متميز صراحة، يعني لا يعلو عليه غير برنامج اللي هو الفاينانشال الأوريكل المحاسبي، فاينانشال أوريكل. هذا البرنامج في ثواني هيتم دلوقتي انشاء الشركه بجميع الاختيارات اللي احنا قلنا عليها، ثم بعد ذلك هيتم فتحها. هنبدا نستعرض مع بعض اللي هي شارت اوف اكاونتس اللي هي دليل الحسابات او شجره الحسابات، لان دي نقطه رئيسيه لبناء البرنامج والنجاح في التعامل معه. ثم هنتكلم على قيود القيد الافتتاح عن طريق القيد اليوميه او دفتر الاستاذ العام، ثم بعد ذلك هنبدا نبني الشركة من المخزون، العملاء، الموردين، العملاء، فاتورة المشتري، فاتورة المبيعات، ونشوف الأثر المحاسبي على البالانس شيت وعلى الانكم ستاتمنت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. ده مهم جدا، ده ملخص اللي احنا هنشرحه في برنامج البيتش تري خلال 30 دقيقة القادمين ان شاء الله عز وجل مع حضراتكم. هنبدأ دلوقتي، المفترض ان الشركة كده تم انشائها. بيعمل اوبننج اهوت، بيعمل فتح لشركة حاسب كامبني. هننتظر ثواني، ثم بعد ذلك هتظهر سلسلة او من الشاشات، هنقوم بغلقان. هنشتغل على الشاشة الرئيسية، شاشات كلها شاشات ارشادية وتوضيحية للمساعدة في التعامل مع البرنامج. هقوم بغلقها اهوت، واحدة تلو الاخرى، ثم نشتغل على البرنامج الرئيسي بتاعنا اللي هيظهر على هذا النحو. نقطة الانطلاق الاولى ان ازاي توصل الى دليل الحسابات. دليل الحسابات تقدر من كامبني، تقدر تجيبه موجود اهو، ادي شارت اوف اكاونت، تضغط عليه وتقول له فيو، لان احنا استخدمنا شركة قائمة بذاتها، لكن لو عايز تنشأ تختار نيو، ادي فيو. هنشوفها كده مع حضراتكم، يديك دليل الحسابات اللي هو رقم الحساب، ثم الوصف الديسكريبشن الخاص بيه، ثم نوعه، ثم الرصيد الموجود. دي طريقة، او انك تروح لبانكينج هتلاقي برضو نفس الطريقة، هنجيبه من اكتر من طريقة. دي شارت اوف اكاونت، هنختار فيو، وهنقول لحضراتكم لو انت عايز تنشئ تعمل ايه، او ان حضرتك تبدأ في الليستس وتختار منه شارت اوف اكاونت. هيديك هنا مرحلة ايه، مرحلة العرض برضو، لكن في مرحلة البناء هتروح لمنتين هنا اهوت، وتختار شارت اوف اكاونت، هيديك صفحه البناء والتعديل اللي تقدر تجيبها من الثلاث طرق السابقه. هي دي هي نفس الطرق، بس هنا بيجيبها لك خاليه اهوت. لكن لو حضرتك ضغطت هنا وقلت له ادي فيو، ادي فيو اهوت، عرضناها، لو ضغطت دبل كليك هيجيب لك بيانات كل حساب، او دبل كليك على الحساب هيديك نافذه الانشاء الخاصه بهذا الحساب في هذه الشجره. تقدر تغير الكاونت اي دي، تقدر تغير الرقم، تقدر تغير الديسكريبشن، تخليه بدل ما انجليزي تخليه عربي، تقدر تغير النوع، تقدر كمان تقوم بوضع ارصده افتتاحيه لهذه الحسابات، تمام. تقدر تلغي هذا الحساب، تعمل له ديليت، تقدر تنشئ حساب جديد. لو كانت خريطه دليل الحسابات مغلقه
في أثناء الإنشاء تقدر تضغط على ليست فيتم استدعاء دليل الحسابات على هذا النحو، وتستطيع أنك تغير كل البيانات. عملية الإنشاء عملية سهلة، كل اللي عليك انك انت لو جبت دليل حسابات باي طريقه من الطرق السابقه اهوت، تضغط لي على نيو اكاونت حساب جديد، من حساب جديد هيفتح لك هذه النافذه اللي كان ممكن تجيبها مباشره من المنتين اللي هي شرط اوف اكاونت. هتكتب لي رقم الحساب وتكتب لي اسمه وتحدد لي نوعه، تمام خلاص، وبعدين تضغط على سيف هيتم انشاءه. طيب لو احنا دلوقتي عملنا عرض كده بالنسبة لهذه الحسابات وعايزين نقوم بوضع أرصدة افتتاحية، يا إما تقوم بوضع أرصدة الافتتاحي يدوي، يا إما أنك تلجأ إلى قيد اليومية وتقوم بكتابة هذا القيد الافتتاحي. في النهاية هنا هو تأدي اللي هي النقدية، أضغط عليها دبل كليك، وفي النقدية هيديني نافذة، من خلال هذه النافذة أضغط على أكاونت بيجنينج بالانس، ثم بعد ذلك هتحدد الفترة المحاسبية اللي هيظهر فيها هنا كده 2018، خلينا في الفترة اللي احنا فيها اللي هي في 30/11 اهوت 2019. حاجة جاي كاتبنا اهوت بالنسبة للكاش هنا ادي 100,000، وبالنسبة للبنك 100,000، تمام. ولو عايز تكتب في المخزون هنكتب في المخزون 500,000، تمام. وهتلاحظ ان هنا هو ظهر رقم الحساب، ثم اسم الحساب، ثم نوعه، ثم بعد ذلك عندك خانتين، خانه بتقبل الاصول والمصروفات، وخانه بتقبل الالتزامات وحقوق الملكيه والدخل. وبعد كده هقول له اوكي، هيتم حفظه على هذه الطريقه، وتبدا تظهر كارصده افتتاحيه بالنسبه لها، ظهرت قدامك اهوت في نفس الحساب. طيب انتهينا من هذه الجزئيه، تمام. هيعمل دلوقتي اهوت، كل اللي عليك برضو ما تنساش انك تعمل لي ريفرش كل امر تخلص منه، تضغط على ريفرش، هيبدا يديك الاكونت بالانس سهيا، ادي الارصده، ادي 100,000، ادي 200,000 في النقديه او الصندوق في البنك، موجودين قدام حضرتك ظاهرين على هذا النحو. الخطوه الثانيه ان حضرتك تكتب قيد يوميه. عشان تجيب قيد يوميه يا اما من بانكينج تختار جنرال جورنال انتري، وبعدين تقول له نيو، وتكتب القيد اليوميه اللي حضرتك عايزه، يا اما تذهب الى منتين، ادي منتين اهوت، وتشوف هذا القيد اللي هو خاص ب قيد اليوميه، هل هو موجود في هذه الاصدار في هذه القائمه، او انك تروح لليست، ومن ليست هتختار هذا الامر جنرال جورنال انتريز اللي هو قيد اليوميه. لما تيجي تكتب قيد اليوميه زي ما حضرتك شايف كده اهوت، انا افضل هضغط مثلا دبل كليك عليه، او تختار نيو عشان يتعمل قيد يومي يظهر على هذا النحو. هنا اهوت هتبدا تكتب المرجعيه الخاصه بقيد اليوميه، تبدا تختار الحساب اللي حضرتك عايزه، وليكن مثلا النقديه هتزيد. وطيب وهنا اهوت ظهر الكاش اون هاند، دي ظهرت لان انا كنت سابق ان انا عملت تعديل في هذا البرنامج. ايه هو التعديل اللي انا عملته في هذا البرنامج؟ رحت الاوبشن، ومن اوبشن اخترت جلوبال، ومن جلوبال ذهبت الى جنرال، ومن جنرال قمت بتنشيط اللاين انتري ديسبلاي، خليتها 2 بدل ما هي 1 عشان يعرض لي الرقم ويعرض لي الاسم، تمام. هنبدا نتفاعل مع حضراتكم، نعمل قيد يوميه اهوت، القيد اهوت وليكن برضو عباره عن النقديه، النقديه هيكون مدين ب 200,000، وهنعمل بيهم ايه؟ هيكون عندي قيد تاني، هتضغط هنا اهوت، ادي ال 200,000 ده اهوت، هيكونوا جايين منين مصدرهم؟ لان هيبقى من حساب النقديه الى حساب، وليكن لو في ارض او مباني او مبيعات او اي شيء من دخل المبيعات مش مشكله، او من اهوت اذر انكم، ونيجوا كاتبين في خانه الكريدت ال 200,000 عشان يحصل توازن ما بين القيدين، ثم بعد ذلك اضغط على سيف على اساس يتم الحفظ والترحيل، واضغط على كلوز، ثم اضغط على ريفرش. ادي ازاي تعمل قيد اليوميه او القيد الافتتاحي. هتلاحظوا ان الكاش اون هاند اتغيرت، كان في 100 وعملنا قيد افتتاحي بقى 200، ادي 300 ظهرت قدام حضرتك في الارصده. هنذهب بعد ذلك الى المخزون، من المخزون هنتعلم ازاي نضيف المخزون مع حضراتكم.
اهوت نيو انفنتوري ايتم، ودي تقدر تجيبها حتى من الليستس. هنا اهوت هتبدا تكتب لي رقم المخزون 01 وتكتب لي الوصف بتاعه، وليكن هيكون هارد ديسك مثلا. هارد ديسك ادي المخزون بتاعه على سن انا شركه كمبيوتر. ثم كلمه ستوك ايتم يعني قابل للجرد، ونان ستوك ايتم غير قابل للجرد. هنختار الايتم كلاس الفئه بتاعته انه قابله للجرد، وهتكتب وصف ليه. ادي عباره تشيز هارد ديسك كده مثلا، تمام. ثم بعد ذلك نحدد تكلفه الشراء. التكلفه وليكن 500. بعد ما حددنا التكلفه هنحدد اللي هي الكوست ميزوت، اللي هي طريقه التكلفه او طريقه سحب او طريقه حساب التكلفه. عندك فيرست ان فيرست اوت، وعندك لاست ان فيرست اوت. احنا هنختار متوسط، يعني الوارد اولا صدر اولا، او الوارد اخيرا صدر اولا. هنختار المتوسط، ونيجي بعد ذلك في البرايس ليفل اللي هو المستوى التسعير. في عندك هنضغط عليها كده هيديك 10 مستويات للتسعير. انت بتحدد المنتج ده لما تيجي تبيعه هتبيعه بزياده قد ايه بالنسبه للناس. تضغط لي على ديت وتقول لي والله انا عايز بناء على اخر تكلفه وليس السعر الحالي، اخر تكلفه عايز في انكريز زياده. الزياده اللي هي وليكن 50%، ثم هضغط فعلى طول يتم تحويلها. اقول له اوكي. المستوى الثاني ابدا اعدله برضو اهوت. ادي لاست وادي انكريز، يبقى 60% 60%. ثم اضغط على اوكي فيتم اضافته. اضغط على مستوى ثالث للبيع او لسعر هذا المنتج، ادي بناء على التكلفه زياده 70%. اديني السعر اللي انا هبيع بيه، ثم هضغط على اوكي، ثم اوكي فيتم اضافته. ونبدا بعد ذلك هتلاقي ان هو اللي هو دفتر الاستاذ العام بالنسبه لحساب المبيعات، دفتر الاستاذ العام بالنسبه للمخزون، بالنسبه للتكلفه ظهرت عندك كلها هيت. بينما هذه البيانات الاخرى بيانات اختياريه اللي هي الحد الادنى المينيمم ستوك، الحد الادنى من المخزون، ونقطه اعاده الطلب. لو عايز كمان تضيف رصيد افتتاحي بالنسبه للهارد ديسك هتضغط لي على بيجنينج بالانس، بس الاول لازم تضغط على سيف، لازم تضغط على سيف ونضغط على الرصيد الافتتاحي. وفي الرصيد الافتتاحي تحدده كده اهوت، ثم تقول لي والله انا كان عندي 100 وحده، التكلفه كانت 400. على طول هيقوم بعمليه ضرب يديك الناتج، ثم هتضغط لي على اوكي وهيتم اضافته. ده بالنسبه للصنف الاولاني. هنضيف صنف ثاني لحضراتكم بعد ما هتقول سيف. هنضغط على نيو، ومن نيو هيكون 002 وليكن المذر بورد، مذر بورد تمام. وبرده ده قابل للجارد ستوك ايتم. هتكتب المواصفات الخاصه فيه، ثم السعر الخاص به وليكن 1000. وهناخد الكوست ميزوت الخاصه به اللي هي الافرج المتوسط، وادي باقي الحسابات تمام. وبعدين البرايس ده هوت هنبدا نحدده. البعض هيقول لي والله طب انت ليه ما خليتش يكون في اعدادات مسبقه؟ اقول لك برافو عليك. يبقى اضغط على سيت الديفولت. لما اضغط على سيت الديفولت اختار برايس نهوت وابدا اضيفها بحيث ان انا اثبتها على الكل. ادي لاست كوست، وهنا هوت مثلا قلنا 40 مثلا، وهنا هوت هنخليها 50 50 50، وهنا هو هنخليها مثلا 60. يبقى ديت على سنه تكون ثابته، ما توجعش دماغك كل مره وتعمل تعديلات زي ما حضرتك عايز تمام. وبعدين اقول له اوكي. لما هنيجي نهوت ونبدا في الحاجات الموجوده ديت هنقدر نعملها مع حضراتكم. اذا هتقوم بادخال البيانات، ادي ادخال البيانات لو حضرتك حابب اهوت. ادي ادخال البيانات، نعمل كده اهوت، ونقول في اخر سعر وزي ما اتفقنا كان هنا مثلا 50% مثلا، وتبدا تضيف جميع هذه الاشياء اللي احنا قلناها وتقول له اوكي. في المره القادمه قبل ما تملى البيانات اضغط له على سيت ديفولت وابدا املاها بحيث ان يتم تسميعها في جميع الحسابات. ثم بعد ما انت خلصت تضغط على سيف على هذه الطريقه تمام، ونقوم بالغلق. يبقى احنا كده اصبح المخزن في صنفين. هروح بعد ذلك الى الموردين.
بالنسبه للموردين ولكم مورد واحد وهنسميه مثلا طارق النجار ادي الفيندرز اهوت ونيو فيندر، ونيو فيندر اهوت هنبدا نسميه، والعميل هنسميه مثلا سيف طارق، ونبدا بقى نكمل شغلنا. هنا اهوت رقم المورد، رقم المورد وليكن 3 3، تمام 3 3. ثم اسم المورد، اسم المورد اللي هو الفيندر هسميه طارق، اسم المورد. ثم التعاقد طارق كامبني مثلا اسم الشركة. ثم الحسابات دي كلها دي اختيارية تقوم ب من الاهم مفيش مشكلة، لكن الحساب المصروف ده مهم جدا على اساس هنخليه تكلفة المشتريات، تكلفة المشتريات بارتشيس كوست تدور لي عليها موجودة عند حضرتك نشوفها، او كوست اوف بارتشيز نبدأ نبحث عن الحساب، ممكن تعمل له فايند، فايند واقول له مثلا ادي كده واقول له اوكي، هيبدا يبعث لي عن الحساب الخاص بيا. انا هختار دلوقتي اي حساب على سبيل التدريب، على سبيل التدريب هيتم إضافة هذا الحساب. كذلك بتكتب عنوان لهذا المورد، جميع العناوين الخاصة بالأدرس. هنا الفواتير اللي هم بيقوم بشراء وآخر فاتورة، لكن يهمني معلومات الشراء، يهمني مين المسؤول عن الشراء من هذا المورد. بتكتب اسمه، طريقة الشحن بتختارها، خليها اون هاند مثلا، هاند هو ديليفر. ثم عملية الائتمان بتتم ازاي، اختار لي كاستم تيرمز هنا هوت، يا اما كاش اون ديليفر اللي هي الدفع نقدا عند التسليم، او الدفع المقدم بريبيد، او بشروط معينه. هنختار بشروط، يبقى الفاتوره خلال 30 يوم، مدتها 30 يوم. اذا تم السداد خلال 10 ايام هتحصل على خصم 20%، وده حد الايه؟ الائتمان. تمام، خلصت هذه البيانات، هضغط على سيف بالنسبه لهذا المورد. بعد ذلك ضفنا كده مورد واحد، ضفنا مورد واحد، هروح للعملاء. بالنسبه للعملاء هختار كاستمرز زي ما موجود قدام حضراتكم على هذا النحو. ولو حضرتك ذهبت الى المنتين هتلاقي في الفيندر موجود والكاستمرز موجود، وكل البيانات اللي حضرتك الكاستمرز برضو اهي موجوده. تمام، هنختار النيو عميل جديد، والعميل هنسميه سيف طارق، ونحط الشروط الخاصة بينا، شروط السداد والدفع. العميل أربع أربعات، أربع أربعات، وهيكون اسمه زياد. كتبنا اسم العميل، ثم البيانات دي بيتم كتابتها لو حضراتكم عايزين، وأرقام التليفونات والإيميلات والكلام ده. وادي التعاقدات بنفس الطريقه، لكن والعناوين وتاريخ تعامله معانا، في معلومات البيع، معلومات البيع. ادي الحساب بتاع المبيعات اهوت، دفتر الاستاذ العام. ثم طريقه الشحن هنخليها عند التسليم. ثم هنبدا نستكمل باقي هذه البيانات، نشوف البيمنت كريدت. في البيمنت كريدت اللي يهمني هنا هو تيرمز اند كريدت، اللي هي هنتعامل معاه ازاي. العميل ده هو هل هتعامل معاه كاش ولا دفعات مقدمه ولا بشروط. لما العميل ده ياخد فاتوره يبقى الفاتوره هديله مثلا 30 يوم ولا يكون خليها 20 يوم. 20 يوم لو سدد خلال اول 5 ايام لديسكاونت ان هياخد كام في الميه خصم؟ ياخد 15%. تمام، ونخلص هذه البيانات ثم نضغط على سيف بهذه الطريقه. يبقى اصبح عندنا أصناف، أصبح عندنا عملاء، أصبح عندنا موردين، هنقوم بعملية الغلق. بعد ذلك تعالوا بينا نذهب مرة أخرى إلى الموردين على أساس نبدأ نتكلم على أمر الشراء. أمر الشراء ليست فاتورة للبيع، هناك فرق ما بين الاثنين. أهو العميل هيديني أمر شراء، ده المورد. المورد أنا هصدر له أمر شراء من عنده، بريتشيز اوردرز، هقول له نيو بريتشيز اوردر اللي هو امر الشراء. من خلال امر الشراء هحدد اسم المورد اللي هو طارق، اخترنا المورد بيديني البيانات الخاصه بيه وطريقه
الشحن وامر الشراء ده هيكون مدته قد ايه، ورقم امر الشراء برتشيز اوردر، وليكن رقم امر الشراء 3 تمانيات. ثم انا هشتري من هذا العميل، فبحدد الصنف اللي انا هشتريه ادي الايتم، وبحدد الكميه اللي انا عايزها، عايز 500 تمام. فتلقائيا بيتم ضربهم وبيديني الناتج 500 في السعر 400، لا السعر 500 اقدر اغيره، يبدا تقوم بالعمليه الحسابيه. اقدر كمان اشتري من عنده حاجه تانية، ادي الهارد ديسك، اقدر اشتري من عنده المذر بورد، المذر بورد هشتري من عنده 400 السعر 1200، يقوم باجراء العمليات الحسابيه، ادي امر الشراء. ثم لو حضرتك عايز تشوف القيد المحاسبي تضغط لي على جورنال، هيظهر القيد المحاسبي اهوت من مذكورين الى حساب الموردين اللي هو الاكونتس بيبل تمام. خلاص هقول له اوكي، بعد ذلك تضغط لي على سيف للترحيل. ادي الفاتوره اللي انا اشتريتها، ادي امر الشراء. بعد ما حضرتك قمت بامر الشراء، يعقبه ايه؟ هاي المورد هيطلع على امر الشراء. ما تنساش انك تضغط لي على ريفريش كل شويه وحضرتك بتشتغل تمام. مهم جدا انك تضغط لي على ريفريش. ده امر الشراء اللي هو 3 تلاتات. طيب امر الشراء راح عند المورد، المورد لقى البضاعه مطابقه فبيصدر لي فاتوره. ادي انا هستلم كده الفاتوره، يبقى هقول له نيو بيل اللي هي الفاتوره، هنبدا نستلم الفاتوره. هبدا احدد هذا المورد، ادي رقم الفاتوره اللي هي فاتوره الشراء بالنسبه لي انا، فاتوره الشراء. ثم هبدا اختار رقم امر الشراء، هيديني اهوت، ادي الرقم، قال لي عندك 500 وحده، استلمت منهم كام؟ انا استلمت مثلا 500، استلمت منهم 500 من الهارد ديسك، هيبقى 500 في السعر يديني 250,000. يبقى احنا كده قمنا بملء هذه البيانات ديت اللي هي فاتوره المشتريات. فاتوره المشتريات حددنا اسم المورد، ثم رقم هذه الفاتوره، ثم اخترنا رقم امر الشراء، ثم قمنا ب ريسيفد اللي هي البضاعه اللي انا هستلمها، دي البضاعه اللي انا طلبتها ودي البضاعه اللي انا استلمتها، انا هستلمها كلها. لو حضرتك عايز برضو تشوف القيد تضغط لي على جورنال هتشوف القيد المحاسبي، ثم اضغط على سيف بهذه الطريقه، ثم هقوم بعمليه الاغلاق. طيب حضرتك دلوقتي استلمت، يبقى حضرتك اصدرت امر شراء، امر الشراء راح للمورد، المورد جاب لك البضاعه وصلت المخزن رجعتها، فاصدرت فاتوره مشتريات. فاتوره المشتريات قدامنا انك تقوم بعمليه الدفع او انك تعمل كريدت اند ريتيرن، انك ترجع. لا انا لقيت ان هناك بعض الهاردات غير سليمه، يبقى هعمل كريدت اند ريتيرن، هرجعها واقول له نيو فيندر كريدت ميمو. هبدا اختار هذا المورد اللي انا هرجع له هذه البضاعه، واكتب الرقم الخاص بالمردودات اللي هو الكريدت نمبر، وهختار اللي هي رقم فاتوره الشراء. ثم هاجي في ريتيرن اهوت، هقول له والله انا عايز ارجع ميل لانهم غير مطابقين للمواصفات، واكتب الملاحظات، فتتم اجراء جميع العمليات الحسابيه ويتحسب المبلغ اللي هيتم خصمه اللي هو 50,000. ثم هضغط على سيف، هضغط على سيف، ثم كلوز، ثم ريفريش على هذا النحو. هيبدا يديني دلوقتي المبلغ اللي عليا بالنسبه لطارق النجار هو 200,000 جنيه بعد ما خصم ال 50,000، لان رجعت 100 واحده في 500، يبقى اتفضل 200,000. طيب انا عايز اسدد دلوقتي طارق، يبقى هقول له باي بيلز، واختار ان انا اسدد اهوت باي بيل، هتسدده عن طريق البنك ولا نقدا؟ والله انا هسدده نقدا مثلا، هسدده نقدا. بعدين اقول له اوكي، هتطلع لي نافذه، من خلال هذه النافذه بختار المورد اللي انا عايز اسدد له، فبتظهر بياناته. لو في شيك بكتب رقم الشيك، ثم بعد ذلك بيديني البيانات الخاصه، ادي الفاتوره وادي تاريخها 1 ديسمبر 2019 اللي هي مده سماحها لمده شهر، وادي تكلفتها. فانا هقول له باي باي، وبعدين اقول له سيف، فيتم تحميلها وترحيلها، او ان حضرتك المبلغ المدفوع اكتب رقم نهوت اقل من رقم 200,000، فيبقى انا كده مدين بهذا المبلغ تمام. او انا هختار باي ادفعهولي، ثم بعد ذلك هنضغط على زر سيف. لو عايز تعرف قيمة المحاسبة اضغط له على جورنال، لو عايز تفاصيل اضغط على ديتيل. انا هضغط على سيف،
فيتم دفع هذا المبلغ، فاقوم بالغلق ثم اضغط على ريفريش. هنبص دلوقتي المورد اللي اسمه طارق بقى رصيده وكام يا شباب، بقى رصيده صفر لان انا قمت بالسداد. لو عايز تقارير هضغط على ريبورت، ومن ريبورت هضغط على ريبورت هجيب دلوقتي بالنسبه لدفتري اليوميه بالنسبه للمشتريات بوريتشيز جورنال، دبل كليك عليها ويا ريت تطلعوا على باقي الحسابات الموجوده، هيديك اهوت ادي القيود وجميع الحسابات بكل سهوله ويسر. ده بالنسبه للمشتريات والمردودات واظهار الحسابات والقيود. طيب بالنسبه للبضاعه دخلت المخزن وسددنا فلوسها، اصبح عندنا رصيد عايزين نبيع، يبقى عندنا عملاء، العملاء خلاص سجلناهم اللي هو سيف طارق، اللي هي الكوتس اند بروزال ديت، دي خاصه بعروض الاسعار، عروض الاسعار ليس لها اي تاثير محاسبي. فهنخش دلوقتي على امر الشراء، هدخل امر الشراء وقال له امر شراء جديد، ومن امر الشراء الجديد هنختار العميل اللي هو طارق اللي هو زياد طارق، وبعدين تختار رقم امر الشراء، رقم امر الشراء، ثم بعد ذلك هيبدا دلوقتي نختار الصنف اللي هو عايزه. هو عايز ايه؟ هو عايز هاردات، عايز كام هارد؟ عايز 300 بسعر كام؟ ادي السعر، خد بالك ان ده عباره عن البرايس ليفل 1 ولا 2 ولا 3، الاسعار انت كاتبها اهوت. خلصنا من الجزئيه دي، مش كده وبس، ده عايز كمان حاجه ثانيه. ايه هي؟ ده عايز ماذر بورد، عايز في الماذر بورد 250، 250 هيبدا يديني دلوقتي السعر، والسعر قابل للتعديل والتغيير، يقوم باجراء عمليه الحسابيه على هذا النحو. كده بعنا فاتوره بالنسبه لطارق، ده امر بيع بالنسبه لطارق. ثم لو عايز برضو قيمه حساب الجورنال هضغط على سيف، ومن سيف هقول كلوز، ادي اغلاق. بعد ما صدر امر بيع بالنسبه لطارق، طارق واقف عليه، هطلع له فاتوره مبيعات سيلز انفويس، وبعد فاتوره المبيعات من فاتورة المبيعات هتختار العميل اللي اسمه زياد طارق، وتكتب رقم الفاتورة، ثم بعد ذلك هتبدأ دلوقتي تختار رقم أمر البيع، تظهر لك البيانات، تقول انت هتشحله كم، انا هشحله 300، انا هشحله 300 على هذا المبلغ، تمام خلاص. ولو في ضريبة مبيعات بتتكتب، بتسجل باقي البيانات الخاصة بحضرتك. لو عايز برضو القيد المحاسبة تضغط على القيد المحاسبة يظهر جورنال، لو عايز تبقى تعمل برنت انا هضغط على سيف وهقول له يس يس، بحيث ان تتم عملية الترحيل، تمام. ثم هضغط بعد ذلك على ريفريش، تمام. العميل خد الفاتورة، استلم فاتورة المبيعات، قال لي بعد فترة قال لي والله لا ده في عيوب، فاختار كريدت ميمو اللي هي مردودات مبيعات، نيو كريدت ميمو، هيبدا يرجع لي من ال 300 ده، هو تختار هذا العميل، من هذا العميل اكتب رقم مردودات رقم مردودات البيع، ثم هبدا اختار اللي هي الفاتوره، ومن الفاتوره هقول انه هيرجع مثلا 50 من ال 300 اللي خدهم، يبقى رصيده هينقص في حدود 37500 جنيه من رصيد العميل. هضغط على سيف فيتم حفظها وتنزيلها، ثم هعمل اغلاق كلوز، ثم اضغط على ريفريش، فحسابه يبدا ينزل عندي، نزل ل 187500. طب هو دلوقتي هيبدا يسدد نقدي خلال الفتره بتاعته، يبقى هضغط على ريسيف ماني واقول له ريسيف ماني، ومن ريسيف ماني هبدا هيسدد نقدي، يبقى انا هختار كاش هاند، ثم هضغط على اوكي، ومن اوكي هبدا اكتب ادي الرقم ان وجد، ثم اختار انا ما عنديش غير عميل واحد زياد طارق وبيانات، وادي رقم الريفرنس الخاص بي، تبدا تسجل لي كل هذه البيانات، هتظهر عنده الفاتوره كامله هي تسددها كلها، حط باي، لو مش كده هنشوف المبلغ المدفوع لاماونت باي، ادي باي اهوت. ثم بعد ذلك هضغط على سيف بحيث انه هيسدد المبلغ اللي عليه كله، تمام، ويتم الترحيل، ثم كلوز، ثم اضغط على ريفريش، فالمبلغ المدين بزياد طارق هيبقى صفر لانه سدد المبلغ بالكامل. يبقى لنا جزئيه وحيده وهي الجزئيه الخاصه بالتقارير، هتذهب الى ريبورت فارم، هنختار
فاينانشال ستيتمنت اللي هي القوائم الماليه. من القوائم الماليه انا عايز البالانس شيت، اضغط لي دبل كليك عليها ثم اقول لي اوكي، فيبدا يديك اللي هي الميزانيه العموميه او قائمه المركز المالي، بيتكلم على النقديه الموجوده والبنك وقيمه المخزون، وادي اجمالي الاصول المتداوله، ما فيش اصول ثابته، ادي التوتال. ثم حرك، هيبدا دلوقتي يتكلم على البالانس الموجوده اهوت، وادي راس المال، ادي اللي هي تقدر تطبعها، تقدر تحولها الى ملف بي دي اف، تقدر تحولها الى ملف اكسل، تقدر تبعتها عن طريق الايميل. طيب لو انا عايز بنفس الطريقه اللي هي قائمه الدخل او قائمه الارباح والخسائر، هذا الانكم ستيتمنت، اضغط دبل كليك عليها ثم هقول له اوكي، هيبدا يديني قائمه الدخل اللي مكونه من للشهر الكارنت مانث، الشهر الحالي، وهنا بيديني اجماليات، وهنا نسب، وهنا من بدايه السنه الماليه لحد تاريخه بتتحسب ازاي، بيجي جاي قاسم ال 137500 على 307 يديني نسبه 48%، يبقى ده خاص بالارقام وده خاص بالنسب، ده خاص بالارقام وده خاص بالنسب. وتقدر تضغط دبل كليك على اي حساب فيعرض لك القيد الخاص بيه او العمليات الحسابيه التي تمت بالنسبه له، دبل كليك اهوت، يبدا يديك اللي هو دفتر الاستاذ العام الجنرال ليدجر الخاص بيه بجميع التفاصيل. كده استطعنا ان احنا ننجز هذا البرنامج بمثال بسيط لاول مره في الوطن العربي، اتمنى اكون وفقت في ذلك. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.